تركيا تخصص مليار دولار أمريكي لتطوير أجزاء مهمة في مقاتلة الجيل الثالث قزال إلما بعد أن أبدت المملكة العربية السعودية رغبة في شراء المقاتلة الشبحية التركي. مرحبا أعزائي المشاهدين في برنامجكم عرب شو بلس. قبل سنتين في 2023 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن معدل التوطين في الصناعة الدفاعية التركية ارتفع إلى 80% بعد أن كان 20% قبل 20 عاما، وأضاف في كلمة أمام حشد من المواطنين بولاية موغلا غربي البلاد أن مقاتلة كازال إلما المسيرة ستكون قادرة على حمل القنابل التي تتزود بها مقاتلات F-16 لتكون بذلك أول مقاتلة تركية غير مأهولة من الجيل السادس. وبناء عليه، ما هي أهم خصائص المسيرة التركية كازال إلما؟ ولماذا تريد السعودية الحصول على عشرات من هذه الطائرة التركية الشبحية؟ وكيف تمكنت شركة توساش التركية المصنعة لهذه الطائرة من المساهمة في إنشاء عدة مشاريع حديثة استراتيجية لدعم صناعة هذه المقاتلة الشبحية داخل تركيا؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلس. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عددكم. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث تتطلع المملكة العربية السعودية إلى شراء الطائرات المقاتلة الشبحية كازال إلما التركية، وهذا يسلط الضوء على الاهتمام السعودي المتنامي بالابتكار السريع وتحديث قدراتها العسكرية. في هذا السياق تشير التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية أبدت اهتماما قويا بأول طائرة مقاتلة بدون طيار تركية، وهي طائرة بايراكتار كازال إلما أو التفاحة الحمراء حسب الترجمة التركية. وفي ظل التدقيق العالمي المتزايد على الطائرات المقاتلة المأهولة، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة رائدة من خلال التخطيط لدمج طائرات مقاتلة بدون طيار عالية التقنية من الجيل التالي من تركيا في أسطولها الجوي. وتسعى السعودية التي تحرص على أن تصبح واحدة من أوائل الدول التي تطلب كازال إلما إلى إضافة مئات من هذه الطائرات الحديثة إلى مخزونها وتزويد قواتها الجوية بتكنولوجيا متطورة. ويرجع قرار المملكة العربية السعودية بشراء كازال إلما إلى القدرات التكنولوجية المتقدمة للطائرة وجدول تسليمها الأقصر بشكل ملحوظ مقارنة بطائرات مثل يورو فايتر وتايفون وF-35. في حين تتطلب الطائرة المقاتلة المأهولة عادة جدولا زمنيا للتسليم يصل إلى 6 سنوات أو أكثر، فإن كازال إلما تقدم فترة تسليم أسرع بكثير، تتراوح من عام إلى عامين فقط، مما يعزز جاذبيتها. وفي يوليو تموز زار وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود والوفد المرافق له مركز أوزيدمير بايراقدار الوطني للتكنولوجيا، حيث أجروا فحصا تفصيليا لكازال إلما. وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة بايكار خلوقي بايراقدار أن الشركة خصصت مليار دولار لطائرة كازال إلما ميوس القتالية بدون طيار، وقال إنهم سيبدأون الإنتاج التسلسلي للطائرة هذا العام، وأنهم يخططون لإنتاج ما لا يقل عن 12 طائرة كازال إلما قتالية بدون طيار هذا العام، وزيادة العدد بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، حدد بايراقدار أيضا موعدا لرحلة كازال إلما الأولى من حاملة TCG أنادولو، وهي حاملة مسيرات تركية والتي طال انتظارها، مشيرا إلى الربع الأول من عام 2025. وبالفعل تم هذا وسط موكب مهيب حضره المئات من الشعب التركي. بالإضافة إلى كازال إلما، نشرت شركة بايراكتار أيضا مسيرات بايراكتار 2B3 على متن TCG أنادولو. وشدد بايراكتار أيضا على ضرورة أهمية مواصلة إجراء الاختبارات
على النموذج الأول الثالث لكازا الألما والذي تم الكشف عنه مؤخرا، مشيدا باجتيازها مرحلة مهمة أخرى في عملية التطوير، موضحا أن كازا الألما ستكون أول طائرة بدون طيار نفاثة إلى جانب مشروع القاذفة الاستراتيجية أنكا 3 أو العنقاء 3. وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، قامت شركة بايكار التركية بعرض الطائرة المسيرة الشبحية كازا الألما من الجيل الخامس في معرض مراكش الدولي للطيران في نوفمبر 2024. ويأتي عرض كازا الألما في المغرب كجزء من جهود بايكار لتوسيع تواجدها في أسواق شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع اهتمام المغرب بتعزيز قدراته العسكرية عبر استيراد تقنيات حديثة ومتطورة. كما يشير عرض الطائرة في معرض مراكش إلى وجود اهتمام أو على الأقل رغبة في استكشاف هذه التكنولوجيا المتقدمة، فالمغرب كان قد أبدى سابقا اهتماما بزيادة قدراته الدفاعية وتحديث قواته المسلحة، ومن المحتمل أن يكون مهتما بالتعرف على إمكانيات الطائرة الشبحية الجديدة. وكان وفد مغربي قد تفقد المسيرة التركية الشبحية من الجيل الخامس من طراز كازا الألما في معرض أديكس 2024 الذي أقيم في دولة أذربيجان بين 24 إلى 26 سبتمبر 2024 الماضي. واجتمع الجنرال فؤاد مومن وهو رئيس المكتب الرابع الخاص بعقد الصفقات العسكرية مع خلوقي بايراكدار وهو الرئيس التنفيذي لشركة بايكار للدفاع والطيران. هذا الاجتماع قد يكون له أهمية كبرى في تعزيز التعاون العسكري بين المغرب وتركيا، خاصة في مجال الطائرات بدون طيار والتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة. وتبادل الطرفان التذكارات، وتلقى فيها الجنرال فؤاد مومن مجسمة للطائرة الشبحية التركية الحديثة بايراكدار كازا الألما، مما يشير إلى الاهتمام بالطائرة المسيرة المتطورة التي تتميز بمحرك نفاث عكس باقي الطائرات المسيرة التركية الأخرى كطائرات بايراكدار 2B2 التي يمتلكها الجيش المغربي. وبعد هذه الزيارة تم الإعلان في بداية سنة 2025 عن اتفاق مغربي مع شركة بايكار التركية لفتح مصنع لها في المغرب من أجل إنتاج وصيانة المسيرات التي تنتجها الشركة التركية، خاصة طائرات بايراكدار 2B2 وبايراكدار 2B3 إن شاء الله، مع وجود أنباء عن إمكانية تصنيع طائرات كازا الألما أو التفاحة الحمراء بأياد مغربية. وتعتبر هذه الطائرة أول طائرة مقاتلة تركية بدون طيار محلية الصنع، وتم الكشف عنها في عام 2023. وتتميز هذه الطائرة بقدرتها على إجراء مناورات خاطفة وتنفيذ مهام قتالية جو-جو مثل المقاتلات التقليدية، كما يمكنها الطيران بسرعة تصل إلى 900 كيلومتر والبعض يقول 1200 كيلومتر لمدة 5 ساعات متواصلة وعلى ارتفاع يبلغ 12 كيلومترا، ولديها القدرة على التخفي من الرادارات، كما تستطيع الإقلاع بحمولة زينتها 1.5 طن من الذخيرة داخل جسمها وعلى جناحيها كذلك. وتمثل هذه الطائرة خطوة كبيرة في تعزيز القدرات الدفاعية التركية وتوسيع نطاق الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية. كما أن هذه المسيرة مجهزة بمجموعة متنوعة من الأسلحة المتقدمة، مما يجعلها متعددة المهام وقادرة على تنفيذ عمليات عسكرية متنوعة، فهي قادرة على حمل صواريخ موجهة من نوع جو-جو لمهام القتال الجوي، وتشمل أيضاً صواريخ جو-أرض موجهة بالليزر أو بالأقمار الاصطناعية لضرب الأهداف الأرضية بدقة عالية. كما تستطيع الطائرة حمل قنابل موجهة بدقة لضرب الأهداف الاستراتيجية، كما أنها مجهزة بأنظمة للتشويش على الرادارات والاتصالات المعادية. وهذه القدرات تجعل كازا الألما طائرة قوية وفعالة في العمليات العسكرية الحديثة. ومصطلح كازا الألما باللغة التركية يعني التفاحة الحمراء مثل ما قلنا، ويشير أيضا إلى معاني مختلفة في التاريخ التركي، ويبقى هذا المصطلح أسطورة لتسليط الضوء على الهوية التركية
أو الأهداف البعيدة التي توحد الشعب التركي، وكذلك المثال الأعلى لتحقيقها عبر اجتياح الأراضي التي يتم اختيارها وغزوها. وبعد دخول الإسلام إلى تركيا تغير مفهومه إلى فتح الأراضي وإعلاء كلمة الله وتحرير الشعوب المستضعفة من الجور والطغيان. وبعدما فتح السلطان محمد الفاتح مدينة إسطنبول عام 1453، كان مصطلح قزل إلما يعني السيطرة على كنيسة سان بيترو في روما، وفي عهد السلطان سليمان القانوني أصبح يعني السيطرة على فيينا ثم روما. ويذكر الرحالة العثماني الشهير أوليا جيلبي في أحد كتبه أن كازال إلما تعني انتصارات العثمانيين في بلاد المجر، وبعدها بدأ التعبير يشاع بين الجنود الانكشاريين بالجيش العثماني، ودخل بعدها إلى قاموس اللغة العثمانية للتعبير عن أبعد نقطة جغرافية وصلت إليها الفتوحات العثمانية. وفقا لسلجوق بيرقدار رئيس الشركة المطورة للمقاتلة التركية، فإن هذه الطائرة المسيرة تمثل إرادة تركيا في أن تكون حرة ومستقلة في سمائها. وبهذا يمكن أن نفهم جزءا من فلسفة تركيا العسكرية من خلال التسميات التي تطلقها على آلياتها العسكرية التي تنتجها بشكل محلي. ويبقى تطوير المقاتلة التركية كازال إلما جزءاً من مشروع MIUS الذي يعني نظام الطائرات المسيرة المقاتلة. وللأمانة هذه الطائرة ليست وليدة جهود لحظية، بل هي عمل شاق امتد لعدة سنوات، حيث بدأت الدراسات التصميمية الأولى للمقاتلة التركية عام 2013، أي أكثر من 12 سنة. وفي يوليو تموز 2021 تم الكشف عن صور التصاميم الأولى للطائرة للرأي العام، وكذلك عن المعلومات المتعلقة بخصائصها. وتعتبر طائرة كازال إلما نسخة أكثر تطور من الطائرات التركية الأخرى مثل بيرقدار 2B2 المتخصصة في القصف الأرضي، والتي لاقت شهرة كبيرة في السنين الأخيرة بعدما غيرت مسار حروب عديدة كالحرب في ليبيا وسوريا وحرب القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان وأخيرا الحرب الروسية على أوكرانيا. ومن شأن هذه الميزات أن تجعل المقاتلة كازال إلما طائرة من الجيل السادس متفوقة على مقاتلات الجيل الرابع مثل F-16 وF-15 الأمريكية ورافال الفرنسية وغريبن و-U-35 ويوروفايتر الأوروبية ومقاتلات الجيل الخامس مثل الF-35 بالولايات المتحدة وSU-75 الروسية وG-20 الصيني. ولكن أنا لا أتفق كثيرا مع هذه التصنيفات رغم أنها من مصادر موثوقة. كما تعتبر حاملة المسيرات التركية TCG أناضول المصممة لإتاحة هبوط المسيرات القتالية التركية وإقلاعها أحد الدعائم اللوجستية الاستراتيجية التركية، لأن هذه السفينة التركية التي دخلت الخدمة في سنة 2023 يمكنها حمل عدة مسيرات تركية من طراز بيرقدار 2B3 وكازال إلما، فضلا عن طائرات التدريب النفاثة الهجومية الخفيفة حرجيت القادرة على الهبوط والإقلاع منها وفق ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية. ويرى الأتراك هذه السفينة كرمز من شأنه أن يعزز القيادة الإقليمية لتركيا. ويبلغ طول حاملة الطائرات أو حاملة المسيرات TCG أناضول 231 متر وعرضها 32 متر، والحد الأقصى لحمولتها 27 ألف طن و476 كيلوغرام، وهي سفينة حربية تركية. وبحسب الوكالة التركية يمكن للسفينة استيعاب 10 مروحيات، 11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها طاقما قوامه 1123 فردا. وشهد قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي تطورا في السنوات الأخيرة، لسيما على خلفية نجاح مسيراتها التي أصبحت فخر الصناعات التركية. وكانت خطة أنقرة الأصلية هي نشر طائرات مقاتلة F-35 من طراز B
التي يمكنها الإقلاع من فوق مدرج أقصر على متن أكبر سفنها الحربية، لكن تعين تغيير خطتها بعد أن أزالت الولايات المتحدة تركيا التي تعتبر العضو الأبرز في حلف شمال الأطلسي من برنامج طائرات F-35 بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الروسية S-400 عام 2019، ثم حولت تركيا السفينة الحربية إلى حاملة طائرات مسيرة، وهي الآن تمضي قدما في تصنيع طائراتها المقاتلة الشبحية من الجيل الخامس المأهولة والمسماة كان، والتي تعتبر منافسا شرسا للمقاتلة الأمريكية F-35، وهي تبلي أيضا البلاء الحسن عبر تصنيع مسيراتها الشبحية خاصة من طراز كازال الماء التي تحدثنا عنها، المنضوية ضمن طائرات الجيل السادس للطائرات المقاتلة. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى فاشترك الآن في القناة وشاركه مع أصدقائك، ولا تنسى تفعيل الجرس حتى تأتيكم حلقاتنا أولا بأول. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلس.